حبيبتي لا تخافي. أمي يلا رح شلك إياها فورا. شوي شوي على شوي شوي. ليك بابا شكله جرحة خطير كتير. انت ليش عم تشقي ثيابك هيك؟ جرحك عم ينزف كتير وإذا ما ضمته ما رح يوقف نزف. يسلموا إيديك يا حبيبتي. دم الفقير ما له قيمة هون أبداً لو شو ما صار يا بنتي. حتى لو نزف رح ينشف بسرعة كبيرة. طيب لازم نرجع نكمل شغل، ما عنا وقت كتير. شايفة بنتي؟ حتى أبوكي ما أنا فرقانة معه شو صار لي. أصلاً هو متمني إنه يصير لي شي. أبوكي بآخر هالعمر حابب يجيب لكم أمي جديدة. خلص بقى، شو هالحكي أمي؟ خلص عم تتمسخري علي قدام البنت ما هيك؟ انت دائما بتقولي انه ما في حدا بهالعالم كله بحبك قد ما انا بحبك وبحترمك. خجلتني. على قد ما بحبك وما عندي حدا اغلى منك مستعد اعمل كل شيء مشان خليكي مرتاحه. اذا كنت جديده ولا كنت قديمه. حاجتك مزح وحكي فاضي، خلينا نكمل شغلنا. ليش عم تشتغل هذا الشغل بابا؟ يا بنتي من ورا هذا الشغل رح يطلع لنا مصاري. عن جد؟ لكن يلا خلونا نرجع على الشغل. ليش شو بدك تعملي؟ اشتغل. مو أنا لازم أتعود على الشغل من هلا؟ أنا رح ساعدكم لنخلص بسرعة. يلا يا عمري. أمي روحي ارتاحي تحت الشجرة، أنا رح ساعد بابا. يلا ارتاح؟ هاي الشغلات بتصير على طول يا بنتي. امشي امشي. أعطيني إياها وروحي ساعدي أبوكي. يلا. أنتي ما رح تسمعي كلمة؟ واحد اثنين ثلاثة يلا. واحد اثنين ثلاثة يلا. صار معنا مصاري كتير. شوف بابا اليوم رح ننزل على السوق ونشتري أكل. ماما اليوم رح ناكل أطيب الأكلات. لالي هدول المصريات مو للأكل،
هالمصريات رح نصرفهم على عرسك. ٢٨ روبية لبطاقة العرس، وفي كمان هدول سبع روبيات للحلو، وجوز الهند 1، 2، 3، 4. جوز الهند سعره 4 روبيات، صاروا كلهم 40 روبية. بس هيك ما ضل مصاري مشان سفرتك. انت لا تاكلي هم نهائيا يا ماجري. شلون؟ ما رح تاكل شي على الطريق؟ من فرحتي بالسفر على باستورا ما رح حس بالجوع على الطريق ابدا يا ماجري، فهمت علي؟ تعي حبيبتي، شو عم تعملي عندك؟ تعي لهون. بابا، ليش بدك تتحمل كل هالمصاريف والتعب؟ مانو ضروري اتزوج بهالسرعة، خلينا نجيب أكل مشان يشبعوا إخواتي. بنتي، مراسم زواجك أهم بكتير من كل هالأكل وأهم من كل شيء. ليش؟ حبيبتي، هيك وبس. إذا بأهم وأحلى يوم بحياتك ما ساعدناكي ووقفنا جنبك، كيف رح نكون أهل؟ أنتِ لا تاكلي هم. أنا فهمت ليش هي قلقانة ومشغول بالها كل هالقد على المصاريف. لا لآكلي هم مصاريف إخواتها. ومشغول بالها على صحة أبوها وأمها كمان. بنتي أنتِ هدي حالك واتركينا نتصرف وكل شيء رح يكون من أحسن وإن شاء الله. خلينا نحس إنه فرحناكي بعرسك. كمان نحن رح نستفيد من المصاري ونستخدمهم. رح نجهز لك عرسك فيهم. وهيك نحن منكون مبسوطين ومرتاحين. أخي قديش سعره هاد؟ 45 روبية. شو هاد؟ سعره كتير غالي وبيكلفنا بالهوي. وهذا أخي؟ قديش سعر الكيلو منه؟ هذا 80 روبية. فينا ندوق لنشوف إذا طيب؟ قديش بدكن؟ أخي حلوياتك مو طيبين وما عجبونا. شلون؟ أنا لازم آخذ هذا الحلو على بيت أحمى بنتي، ومشان هيك ما فيني آخذ أي نوع، بدنا ندور على محل تاني. يلا.
بقديش كيلو الحلو؟ 25 روبية. عبيلي بسبع روبيات إذا ممكن. لك هذا الحلو طعمته كتير طيبة، بالذات إذا غطستيها بالحليب طعمتها بتشهي كتير. اختي هذا الأكل إلا مو هيك؟ صحي مونا، أنت شو عم تعمل هون؟ روح اطلع على برا، شوف كندرت بابا الجديدة. يلا. بكره لازم لحق الباص بكير، إذا ما فقت عبكير وجهزت بروح علي الباص. لالي بتفيق بكير وهي رح تفيقك على الموعد، ما هيك لالي؟ رح تفيقي أبوكي؟